السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير كيف حال وعلى الأخ خير. يا؟ أصدقاء، سوف أقدم لكم كودين جديدين، يعني حاولوا أن تسرعوا حتى تدخلوا هذه الكودات لأنها مهمة مهمة جدا، وسوف نحصل من خلالها على لاعبين أكيد أسطوريين. يا ذلك. أصدقاء، قال قبل البداية يا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وخلونا ننطلق يا شباب. فبالنسبة للكود الأول فهو كود عادي، يعني سوف أضع لكم في الوصف كما سوف أقوم بإدخاله أمامكم، لكن بالنسبة للكود الثاني فهو ليس عبارة عن كود بل عبارة عن موقع جديد خاص باللعبة رسميا يا شباب. هذا الموقع سوف نقوم من خلاله بشحن الاف سي بوينت، كذلك بشحن الجواهر الخاصة بين الأصدقاء، لذلك فهذا الموقع جديد جديد يا جماعة. ولكن المشكلة في هذا الموقع وهو أنه فقط يدعم القليل القليل من الدول، فمثلا في إفريقيا فقط يدعم 5 دول يا أصدقاء، يدعم أعتقد المغرب وكذلك مصر وبعض ونيجيريا كذلك، ويعني دولتين أخرتين كذلك الشأن. بالنسبة للشرق الأوسط سوف أضع لكم تقريبا كل الدول التي يدعم هذا الموقع حتى تستلموا الجوائز الخاصة بكم يا شباب. فبالتالي كل شيء سوف أشرحه لكم بالتفصيل يا شباب، وسوف أقدم لكم كل المعلومات الرسمية وكذلك المعلومات الصحيحة يا أصدقاء. بالنسبة للكود الأول فهو كلوب هاوس في أي بي يا جماعة، فهذا هو الموقع الذي سوف ندخل فيه الحساب بعد أن نقوم بربطه بحساب إي إيه يا شباب. سوف نقوم الآن بكتابة الكود وهو كلوب هاوس في أي بي يا جماعة. بمجرد أن تدخله سوف تحصل على لاعب سوف يكون عشوائي يا جماعة، في الكثير من الإخوة حصلوا على لاعبين 95 94، لذلك اكتبوا لي يعني الحظ الخاص بكم في التعليقات حتى ارى اللاعب الذي حصلت عليه من هذا الباكج يا اصدقاء. الان خلونا نستلم اللاعب الخاص بنا ونتوجه حتى نستلمه مباشره من الكود الاول. كل يا شيء اصدقاء سوف سوف تجدونه في وصف الفيديو، او يعني سوف تجدونه اسفل هذا الفيديو، سوف تجد كلا الموقعين، كذلك سوف اكتب لك الكود في الوصف حتى تقوم بنسخه مباشره يا شباب. خلونا ندخل للعبه حتى نشوف الحظ الخاص بنا يا اساطير. يا رب يا رب ان يكون لاعب زيد يا شباب، لكن خلونا نشوف على ماذا حصلنا في الكود الأول يا أصدقاء. أتمنى فقط أن يكون لاعب جيد يا شباب. يا ربي يا ربي يا ربي، خلونا نشوف. بسم الله على بركة الله، خلونا نشوف على ماذا حصلنا يا شباب. يلا بسم الله، لاعب بأوفر 90 يا شباب. وماذا بيني وبين حراس المرمى؟ دائما أحصل على حراسة المرمى في الباكجات يا أصدقاء. خلوني أشوف الطاقات الخاصة به، هل هو جيد؟ لا لا والله ليس جيد. خلونا الآن توجه حتى أريكم الطريقة للدخول للموقع الثاني وهو الموقع الرسمي الخاص بشركة الإف سي يا جماعة، أو شركة الاي اي. خلونا ندخل، ما عليك سوى كتابة ستور اف سي موبايل. سوف تجد اول اختيار تقوم بالدخول اليه، سوف تجد انك اصلا مسجل بحساب اي اذا كنت رابطه اصلا بالموقع الخاص بالكود. كما تلاحظون سوف نحصل على بطاقة بالمر باوفر 95، لكن المشكلة ان هذا الموقع ليس شغال لجميع الدول، كذلك ان هذه البطاقة لن نحصل عليها الان، بل سوف نحصل عليها باذن الله يوم 30 في هذا الشهر، سوف نستلم هذه الجائزة لانه هو التوقيت الذي سوف يشتغل فيه هذا الموقع. بالنسبة للدول الذي يدعمه هذا الموقع سوف أضعها لكم يا شباب من خلال كذلك الموقع الرسمي. خلوني أتوجه حتى أستعرض لكم الدول التي يشتغل عليها هذا الموقع. فكما قلت لكم بالنسبة لإفريقيا يشتغل على مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا ويعني جنوب إفريقيا. كما تلاحظون فهذه كل الدول التي يدعمها هذا الموقع، يعني هناك احتمال أن يتم إضافة بعض الدول كذلك على هذا الموقع، لكن خلونا نتوجه للميدل إيست والشرق الأوسط. لدينا البحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية، يعني كل هذه الدول سوف يكون شغال عليها الكود، أو يعني سوف تستلم الجائزة الخاصة بك إذا ربطت حسابك بحساب إي إي. كما تلاحظون فهذا كل شيء معنا في هذا الفيديو شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.